طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. رئيس بلدية الغبيري يشرح للأو تي في إجراءات عزل الحي في المنطقة. الراعي: شباب لبنان يريدون من لقاء بعبدة جواباً على حاجاتهم، فلا تخيبوا آمالهم. وترامب يطلب إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. قبل أيام قليلة من الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يدعو السياسيين إلى عدم تخييب أمال الشباب في الشوارع. كلام الراعي جاء خلال قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وشدد على أن الشباب يريدون من لقاء بعبدة جواباً على حاجاتهم وقلقهم ومخاوفهم ووطنهم. من أجل ضمانة حصول المشاركة في هذا اللقاء الوطني ونجاحه، ينبغي المجيء إليه بهدف تأكيد وحدة لبنان وحياده وتحقيق اللامركزية الموسعة وصيانة مرجعية الدولة الشرعية بجميع مؤسساتها وبخاصة تلك الأمنية والعسكرية، والإقرار الفعلي بسلطة الدولة دون سواها على جميع الأراضي اللبنانية، والالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية وبمكافحة الفساد في كل مساحاته وأوكاره وحماية استقلالية القضاء. أيها المسؤولون السياسيون، إن شابات لبنان وشبانه المنتشرين في الشوارع والساحات العامة يريدون من لقاء بعبدة جواباً على حاجاتهم وقلقهم ومخاوفهم ومصير مستقبلهم والوطن، فلا تخيبوا آمالهم، فهم يشكلون لكم ولكل أصحاب الإرادات السياسية والوطنية الحسنة خير منطلق ودافع لما ستطالبون به في لقائكم التاريخي. عضو تكتل لبنان القوي نائب كسروان روجي عزار يؤكد عبر برنامج رح نبقى سوا أن حفلة الشتائم التي طالت رئيس الجمهورية هي لتصفية حسابات سياسية، ووجه عزار رسالة إلى جمهور التيار الوطني الحر. المشهد يوم الخميس ما شفت فيه، وللأسف ما شفت فيه إلا مجموعة من الزعران، ما شفت شيء إلا أشخاص عندهم ما عندهم انتماءات، ما عندهم انتماءات وطنية، ما بالعكس عندهم انتماءات حزبية معروفة بلا ضوابط أخلاقية وبلا قيم. عن أي ثورة عم بيحكوا؟ ثورة من حفلات عم بينفذوا برأيي أنا تصفية حسابات سياسية بقلة أخلاق موصوفة. ساعتك هل أنت مع تحرك القضاء تجاه من شتموا؟ طبعاً أكيد أنه لازم يتحرك القضاء تجاه الزعران والشتمين. شو بتقول لأبناء التيار الوطني الحر اليوم؟ شو بدي أقول لهم؟ بدي أقول لهم للرفاق بالتيار، بدي أقول لهم أنا بتفهم انفعالكم، وتجاه خصوصاً تجاه يلي عم بيمس بيلي بيمثلكم وبيمثل كرامتكم بيوصل وطنيتكم، بيمثلني لإلي طبعاً يعني، ويمثل كل اللبنانيين بصدق. ما رح يرتاحوا هني برأيي أنا قبل ما نحاسب يلي عم بيسبوا يلي عم بيتزعرنوا. وبقول لهم معكم كل الحق، بس يا شباب نحن ما بنشبههم، بدي أقول لهم ما ممكن نتصرف مثلهم، بس هيدا ما بيعني إنه حيطنا واطي وقت يلي بدهم يطولوا علينا كل ما طلع عبالهم ما فشل، اوعى يفكروا إنه نحن ضعاف. بدي اقول لهم للشباب نحن قوية، لانه ما عم نسمح لهم يجرونا على الفتن البشعة
يلي هن حابين ياخذونا عليهم. ونحن بدي اقول لهم نحن اولاد الارض، نحن بس مش زعران، نحن يلي خلينا التحركات على الارض مسيره نضال مشرفه. وزير السياحة السابق أفيديس جيدانيان اعتبر عبر برنامج رح نبقى سوا أن على لبنان الاستفادة من الواقع الحالي، حيث صنف من البلدان الأكثر التزاماً بالإجراءات الصحية لجعل لبنان وجهة سياحية، لسيما مع انخفاض سعر صرف الدولار. أنا بتصور عنا صعوبة نقدر نحن نعول على هيدا الموسم، يعني على موسم الصيف 2020، لأنه مجرد ما نحن منبلش المطار ب1 تموز ومنبلش ب10 أو 15% من قدرة المطار الاستيعابية، وبدنا ناخذ بعين الاعتبار كمان إنه في مطارات بعدد كبير من الدول بعد ما بلشت، نحن بدنا نرسل إذا بدك الجو الإيجابي، أو بدنا نبلش نروج للبنان على موضوعين أساسيين وهم أدفانتج لنا بالوقت الحاضر. أول موضوع هو أكثر موضوع قادرين نركز عليه، بأنه لبنان هو من أفضل الدول اللي قادر احتوى على فيروس كورونا وقادر سيطر على هذا الموضوع. وأسبوع الماضي كان في تقرير لمنظمة السياحة العالمية بحط لبنان بأول 10 دول يمكن السفر إليها وهو سيف للسياحة من ناحية الكوفيد 19. في موضوع تاني أساسي جدا كمان ست غريس، هو لسوء الحظ تدهور العملة اللبنانية هو بالنسبة لنا كارثة كتير كبيرة، لكن إذا قدرنا نحن نستفيد منه من ناحية استقطاب السواح مثل ما عملت عدد من الدول بالجوار، لأنه السائح بده يجيب معه عملة صعبة. مكاتب السفر في لبنان تلفظ الأنفاس الأخيرة، ففتح المطار في الأول من تموز بنسبة تشغيلية تبلغ 10% لن يشكل الحل المرتبط بشكل أساسي بالتحويلات إلى الخارج، فهل من يتابع؟ 90% من مكاتب السفر بات خارج الخدمة، فالأزمة الاقتصادية وتواترها مع انتشار وباء كورونا وما نجم عنه من إغلاق المطار وتعليق النشاطات السياحية عبر العالم كانت كفيلة بالتأثير سلبا على قطاع بكامله. هذا القطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة بانتظار عمليات الإنعاش المتأخرة التي استهلت باجتماع سابق مع رئيس الحكومة حسن دياب على أمل إحداث خرق. فتح المطار لرحلات التجارية ابتداء من الأول من تلموز بنسبة تشغيلية تبلغ 10% مهم طبعا في تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد، إلا أن مشكلة وكالات السياحة والسفر في مكان آخر مع شركات الطيران التي ترفض طلب تحويل أموالها من مصرف لبنان إلى مراكزها الرئيسية في الخارج، بالتالي فتح المطار من عدمه لا يقدم ولا يؤخر. إنه شركات الطيران بدها تيجي تفتح البلاتفورم الخاص تبعها، كل شركة بتيجي على لبنان بدها تفتح البلاتفورم تبعها، وبده يصير التعامل مباشرة مع الزبون، وإذا نحن ما نتعامل معهم بالطريقة ذاتها على ذات البلاتفورم المفروض نروح ندفع بريبايد مصاري كاش اون دولار وبيفتحوا لنا بالقيمة اللي فتحناها. يعني هيدي أمور يعني منصة الأياطة بتسقط. نحن عادة كنا نبيع عن طريق البلاتفورم تبع الأياطة على جميع شركات الطيران وندفع للأياطة والأياطة توزع مصرياتها لشركات الطيران. عدم تحويل مصاري من 3 أشهر لتاريخ اليوم لشركات الطيران لما كتبهم بالخارج عملت أزمة. شركات الطيران في عندها مصاري بلوكي بلبنان بحدود 150-160 مليون. وإذا كانت المشكلة هي بالتحويل فإنها لن تتخطى في 18 شهرا حتى العام 2021 رقم 60 مليون دولار، وهو مبلغ كانت تقوم الشركات بتحويله شهريا من أجل تسيير أعمالها. طلبنا من الحاكم أنه شغلنا من تاريخ جولاي لتاريخ 21 ما راح يمثل 10% من إنتاجية القطاع بالسنين الماضية. يعني بالسنين الماضية كنا نبيع 60 مليون دولار بالشهر، نحن عم نطلب تحويل بحدود 60 مليون دولار على 18 شهر، بتشيل منهم 35% هيدول ماركت شير للميدل إيست، هيدول بدو يبقوا البلد. نحن عم نطلب تحويل 1,200,000 أو 1,500,000 دولار بالشهر فقط لغير من هلأ ل 18 شهر.
عدم الحصول على التحويل هيدي معناتها شركات الطيران بدها تروح تشتغل لحالها من مكاتبها، يعني دور وكالات السياحه والسفر بيسقط. اعطونا سعر دولار للاياتا، سعر دولار للاياتا يعني بكل بلاد العالم التيكت بتتصدر بالدولار وبالعمله المحليه، بمصر التيكت بتتصدر بالدولار وبالجنيه. اعطونا هالبريفيليج هيدا ونحن منظبطه تقنيا مع الاياتا. اعطونا دولار ب 3200 يا خي مثل ما عم بتعطوا للام او تي وللشركات اللي بتحول مصاري. اعطونا دولار ونحن منثبته، نحن بنعمل له، بنحاول مع الاياتا بتاخذ معنا جمعه زمان تقنيا لينظبط وينربط على السيستم. يا بدكم تحولوا لنا بالشهر لشركات الطيران مليونين ونص دولار من هلا لسنه ونص، او منا سعر دولار للاياتا لنقدر نستمر، غير هيك رايحين للزوال. اذا ما صار هالتحويل ال 10% الباقيين من الموظفين تبعنا رح يرجعوا يروحوا على البيت. بكل الاحوال يبقى الحل بيد السلطات المعنيه ومعها حاكميه مصرف لبنان، الا ان حتى الساعه لا تجاوب يذكر، فالازمه تراوح مكانها والتعويل على السياحه الداخليه وحتى الخارجيه يبقى مجرد كلام من دون بوادر حسية. نتابع في النشرة لكن بعد الفاصل. دراسات متضاربة عن علاجات كورونا. أهلا بكم من جديد. اعتاد البعض على فبركة الشائعات باسم الأو تي في وآخرها الخبر العاري عن الصحة بإصابة رئيس بلدية الغبيري معن الخليل بوباء الكورونا، والمؤكد أن هذا الخبر لم يرد على لسان الأو تي في ولا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. هذه الإشاعة المفبركة نفاها رئيس بلدية الغبيري عبر أخبار المساء من الأو تي في، وشرح موضوع عزل الشارع الذي تكاثرت فيه الإصابات. احنا بدنا نوضح انه الاو تي في تلتزم بالمعايير المهنيه وهي على تواصل مستمر مع بلديه الغبيري بحضرتك برئيسها وايضا مع المكتب الاعلامي، ونحن لا ننشر اي خبر من دون الرجوع الى المصادر الرسميه او لكم. بالتاكيد هذا المعروف عن الاو تي في اكيد. بالتالي هذا الخبر رح نبدا فيه، انتم يعني هذا الخبر هو عاري عن الصحة، هناك البعض عم بيحاول فبركة الشائعات ولصق به وسائل الإعلام. الحمد لله بلدية الغبيري رئيس والعاملين اليوم بالرغم من كل الحركة على الأرض كشرطة ومفرزة صحية ومركز صحي كلياتنا اليوم بصحة جيدة، لازلنا لحد هيدي الساعة على الأرض عم نتابع حالات الكورونا اللي موجودة وإجراء الفحوصات ومتابعة كل المحجورين بمنازلهم بما فيهم المصابين بالكورونا. صحيح اليوم عندنا الإصابات توزعت بحيين ضمن نطاق الغبيري، ضمن حرج ثابت ما يعرف بحرج ثابت القريب من حي فرحات اللي سجل فيه 8 إصابات اليوم، هلأ تبلغناهم بعد الظهر، وحاليا اليوم شرطة البلدية مع الصليب الأحمر والهيئة الصحية وكل الجمعيات الصحية كدفاع مدني الرسالة موجودين بانتظار الصليب الأحمر ليتم نقل الثمان مصابين هلأ لخارج الحي إلى مركز للعزل بالكورونا متخصص بهذا الموضوع، ويتم بعد تعقيم الحي. وبنفس الوقت غدا صباحا ضمن نفس الحي عندنا مزيد من العزل وإجراء الفحوصات بالتعاون مع وزارة الصحة الرصد الوبائي للكورونا. أما بالحي الثاني بحي حرش القتيل عندنا اليوم كان 6 إصابات، كمان أجريت فحوصات إضافية، امبارح أجرينا 62 فحص، اليوم أجرينا كمان 32 فحص إضافي، النتائج بتطلع بكرة الصبح. كمان استباقا لأي طارئ ومنعا لمزيد من الاختلاط طلب من الأهالي بدءا من هيدي الساعة بعد التنسيق مع سعادة المحافظ بمنع التجول بالحي وإقفال كل المحلات، لكن بكرة طلعت النتائج. بنفس الوقت استكملنا بقية الفحوصات لأنه تبين صار في اختلاط إضافي بهيدا الحي، لا نقدر نحن نضلنا محتويين الحالة. كمان حيتم إقفال بعض الشوارع المحيطة بمركز الإصابة. بالنسبة لحالات الاختلاط، هل هي من أشخاص أتوا من السفر ولم يلتزموا الحجر الصحي المنزلي الإلزامي؟
اللي تبين معنا الإصابة اجت بداية لاختلاط محلي، الأب يعمل في منطقة، نقل العدوى لعائلته لزوجته والأولاد، وهيدي البداية اللي نحن مبين معنا هلا. اللي عطيه اياها ممكن يكون كمان نقل محلي او اختلاطه من وافد من برات لبنان. بدي اشير كمان انه في بموضوع المخيمات الفلسطينيه كمان نحن عم نتابع مع الاخوه بالفصائل واللجان الشعبيه بالمخيم صبرا وشتيلة اللي هو محاذي جدا لحي فرحات. نعمل كمان فحوصات لحوالي 100 فحص بي سي ار. نعم. بكره صباحا كمان او خلال النهار بتطلع النتائج، كمان استباقا لاي حاله تكون بوزيتيف. اللجان الشعبيه هلا كمان طلبت من المواطنين ضمن مخيم صبرا بعدم التجول والالتزام بمنازلهم، اما لمزيد من الفحوصات او بانتظار النتائج. فينا نقول الوضع شوي خطر، بس ولكن الجهات اللي على الارض كلها متجاوبه وكلها عم تتفاعل مع بعضها. في جديد تطورات كورونا، الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية تعلن أن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر، فيما دراسات أخرى تثبت أن دواء الملاريا ليس ناجحاً في علاج فيروس كورونا. يبدو أن تضارب المعلومات والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا هو سيد الموقف، فبعد الدراسات التي أثبتت أن دواء الملاريا ناجح بنسبة كبيرة في معالجة أعراض كورونا، أعلنت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسيكلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات. وأضافت المعاهد في بيان أن الدراسة وجدت أن هيدروكسيكلوروكين الذي طالما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاج محتمل لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم. وقبل أيام قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسيكلوروكين ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19 بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه، وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسيكلوروكين كعلاج لكوفيد-19. وفي الولايات المتحدة وفي موقف لافت للرئيس ترامب، أعلن الأخير أمام أنصاره أنه طلب إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، واصفا إياها بأنها سلاح ذو حدين أدى إلى اكتشاف عدد أكبر من الإصابات. وأضاف أن بلاده أجرت حتى الآن اختبارات ل 25 مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى. وتابع ترامب أمام حشد انتخابي في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما، وقف الكثير فيه من المشاركين من دون كمامات. عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددا أكبر من الأشخاص وعددا أكبر من الحالات، ولذلك طلبت إبطاء عملية الاختبارات. إلى ذلك أعلن الكرملين عن منح لقب بطل العمل لخمسة أطباء روس تقديرا لجهودهم في محاربة فيروس كورونا. وأكد الكرملين على موقعه الرسمي أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم على مرسوم بمنح هذا اللقب إلى رؤساء خمس مؤسسات طبية في موسكو وسان بيترسبورغ وكالينغراد ونينجي نوفغورد، وبينهم كبير أطباء المستشفى رقم 40 في موسكو دينيس بروتسينكو الذي سبق أن أصيب بالفيروس التاجي وتعافى منه واستمر في أداء مهامه خلال فترة الإصابة. أما في الإحصاءات فأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم انخفض إلى 113 ألفاً خلال اليوم الماضي مقابل 176 ألفاً في الإحصائيات السابقة. وحسب عداد الجامعة فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بلغت من 1,791,794، منها 464,465 حالة وفاة و 4,365,000 حالة شفاء. وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة مع 2,255,000 إصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا. في المقابل أعلن وزير الصحة الإيرانية سعيد نمكي إن بلاده لا تزال تواجه الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا الذي سيبقى لمدة عامين على الأقل. وتابع أكثر من 87% من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة. نتابع في النشرة لكن بعد الفاصل. في زمن كورونا عروض الأزياء عبر الإنترنت.
أهلا بكم من جديد. أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس. وأكدت شرطة المدينة على حسابها على تويتر أن القتيل قاصر، ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث. وفي وقت سابق أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة هنبن داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها. في الأخبار الدولية، أفادت شبكة بي بي سي بأن الشرطة البريطانية أعلنت حادث الطعن في مدينة ريدينغ عملا إرهابيا. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة مساء السبت إثر تعرضهم للطعن بسكين في متنزه عام في المدينة، مشيرة إلى أنها اعتقلت المهاجم المفترض. وأضافت أنها اعتقلت في مكان الهجوم المهاجم المفترض، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما ومن مدينة ريدينغ، مشيرة إلى أنه أودع الحبس الاحتياطي. وفي جديد الصراع بين الكوريتين، أعلنت كوريا الشمالية أنها لا تنوي التراجع عن خطتها المعتقل المتعلقة بإرسال منشورات مناهضة لسيول عبر الحدود إلى الشق الجنوبي في شبه الجزيرة الكورية. وقال المتحدث باسم إدارة الجبهة المتحدة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية: نحن ندرك بالفعل أن إرسال المنشورات للجنوب يعد خرقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين، وليس لدينا نية لإعادة النظر أو تغيير الخطة في الوقت الذي انهارت فيه بالفعل العلاقات بين الكوريتين. وأضاف: يتعين على السلطات الكورية الجنوبية التوقف عن الحديث عن الاتفاقية التي أصبحت بالفعل ميتة. في الخبر الأخير، وبعد إلغاء عروض الموضة والعروض الفنية والفعاليات الترفيهية والثقافية، لم يتخلى المصممون عن فكرة العروض ونقلوها إلى فضاء الإنترنت. وأجرى منظمو عرض مرسيدس بنز للأزياء الذي يقام في موسكو منذ العام 2000 عرضه السنوي الجديد بصيغة جديدة، مؤكدين أن العرض لابد أن يستمر. وأعد المصممون وفرقة بالي موسكو عرض الأزياء دمجوا فيه فن الرقص وفن الموضة لتصبح مثل هذه التجارب صيغ جديدة بعالم الموضة وفي عالمنا الجديد المتغير بعد وباء كورونا. مع هذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.